في فيديو اليوم حنسوي جورنال ونلون مع بعض في نفس الوقت، وفي آخر جورنال في هذا الفيديو أختي تحكمت في الجورنال حقي. تابع الفيديو للنهاية عشان تشوفوا إيش منعكس صار. اهلا بكم، معاكم جمان. وانا قاعده ارتب المكتب حقي لقيت هذا الدفتر الميني، شوفوا كيف حجمه، اصغر من يدي حرفيا. ما استعملته للان فلسه جديد، لذلك قررت ليش ما اخليه دفتر للجورنال واسوي ميني جورنال فيه. من جوا في له صفحات باشكال مختلفه، تقريبا 3 أو 4 انواع من الاوراق، ففكرت ليش ما اجرب معاكم كل نوع صفحه من صفحات هذا الدفتر. ففي هذا الفيديو راح تلاقوا افكار مره كثيره للجورنال وتقدروا تستفيدوا منها، فيلا خلينا نبدأ مع بعض. بس قبل ما نبدأ، شكل الدفتر من برا مو مرة عاجبني ولا حتى جوي، عشان كده قررت اني ألونه بالكامل ونزينه من أول وجديد. كان عندي مشكلة بسيطة، اني خايفة على الأوراق اللي جوا انها تتلون وتنعدم وما استفيد ولا شيء من الدفتر هذا، لذلك قررت اني أغلف الأوراق اللي جوا بورق. أغلف الأوراق بورق. بعيدا عن كل شيء، بس التغليف طلع مرة مرتب، لو اني مغلفة هدية ما حيطلع شكله زي كده، أعرف نفسي. ما علينا، لأنه السطح مرة ناعم وقلت مستحيل يثبت عليه اللون، لما ألون فوقه قررت اني صنفر وصنفرة مرة خفيفة، طبعا ورق الصنفرة تلاقوه في المكاتب، على اساس يصير السطح شوية خشن ويثبت عليه الوان الاكريليك. وعلى سيرة الالوان الاكريليك، اخترت اللون الرمادي بما اني سايرة مرة احب اللون الرمادي بشكل مبالغ فيه، طبعا ما عندي لون رمادي فجبت اللون الاسود وخلطته مع اللون الابيض عشان يطلع الدرجة اللي انا ابغاها. انا ما ادري ليش قاعد اهرج مرة بسرعة. ما ادري ليش مستعجلة، يمكن لانه باقي ساعة الاذان. المهم، اغلبكم يعرف انه انا والالوان الاكريليك ابدا ما احنا اصحاب، بس ما ادري يمكن هذه اكثر مرة استمتعت وانا الون فيها بالالوان الاكريليك، يمكن لانه لون واحد وبس احتاج اني الون وامرر الفرشة على الدفتر، ما اعرف، بس انه حسيته مرة ممتع. بعد ما لونت اكثر من طبقة خليته ينشف بين كل طبقة وطبقة طبعا، واستنيته كم ساعة وبعدين نرجع نكمل. هذا شكله بعد ما نشف، الحمد لله طلع بالضبط نفس الدرجة اللي انا كنت ابغاها. اكيد ما يكون اسمي جمان من دون ما ازينه من برا، لاني مستحيل اخليه سادة زي كده. فيلا خلينا نزينه مع بعض. بس اول شيء خلينا نشيل التغليف المرتب اللي من جوا ونبدا تزيين. عندي هذا الدفتر اللي فيه صور مره كول من شي ان، اخذت منه هذه الصوره استعملتها قد مره وانا ازين فيها اي بادي. احسكم مره بعيدين، خليني اقربكم شويه لانه كل شيء قاعد استخدمه في هذا الفيديو ميني، شكلكم بتحتاجوا مكبر عشان تشوفوا هذا الفيديو. حبيت اني اسوي برواز لهذه الصوره فلصقتها على ورق لونه ازرق وبعدها قصيتها. هستعمل الخرامه النباتات هذه على ورق لونه اصفر، من اكثر الخرامات اللي انا احبها. شوفوا كيف طلع شكلها مره كيوت. يمكن اتحمست وخرمت مره كثير، بس ما عليكم رح نستخدمها كلها اليوم في ترتيب معين في بالي، واتمنى يطلع شكله زي ما انا متخيله. واضح الصيام قد ايش مأثر علي وانا قاعده اصور، لانه كل شويه قاعده انسى انا كيف خططت وارجع اشيل الاستكرات واحطها مره تاني. ترى حتشوفوا زي دي اللقطات كثير في هذا الفيديو. اخر مره اصور وانا صايمه، ولازم اثبت انه هذا الدفتر حق جوجو، عشان كده راح استعمل ستيكرز الاحرف واكتب جوجو. الصراحه مره احب اسم جوجو، وكمان احب لما تنادوني فيه. شويه ستيكرز بسيطه وحلوه، وهذه هي النتيجه النهائيه للدفتر حقنا. حطيت من ورا كمان ورق الشجر الاصفر هذا. بعد ما خلصنا تزيين من برا، خلينا نبدا تزيين من جوا. زي ما انتم شايفين انواع الصفحات من جوا متنوعه، اللي ساده اللي مربعات اللي مخطط. فصراحه احترت بايش ابدا، قلت خليني ابدا بالساده اول شيء، يعني بدايه خفيفه. حستعمل ستيكي نوت الدببه الورديه هذه. اتوقع انكم تعرفوا انه هذه مو اول مره اسوي فيها ميني جورنال، في فيديو كامل اول مره في حياتي اسوي فيه ميني جورنال، وصراحه مره استمتعت فيه ومن امتع وافضل الدفاتر اللي عندي للجورنال. لانه صراحه احيانا اشتهي اسوي جورنال بس ما فيني حيل اني اسوي شيء مره كبير، فالميني جورنال افضل خيار بالنسبه لي. هذا الستيكر اللي قاعده اقص منه حاليا هو هديه من واحده من صاحباتي، اعطتني هو تقريبا قبل سنه ايام كنا في الثانوي. كل مره اقول ايام الثانوي احس اني صرت خلاص عجوزه كبيره، ما اعرف ليش، وللان ما استخدمته، اسف فرح، لكن الان لقيت الجورنال المناسب اللي احطه فيه. واضح الثيم في هذا الجورنال، كله دببة في دببة، واللون الوردي والاسود هو افضل اختيار. اوكي، توي استوعب ان انا جالسة اهرج معاكم دحين بشويش، لانه خلاص فطرت وارتحت وجاتني تخمة الفطور وروقت وبعدين رجعت اسوي فويس اوفر. عرفت دحين ايش المشكلة. بالنسبة للي كتبته في الجورنال هذا، طبعا بالعربي ما كتبت شيء مرة مهم، بس كتبت انه هذا اول جورنال لي في هذا الفيديو واول جورنال لي في هذا الدفتر كمان،
ويعني حاجات زي كده. وبكذا أنا أكون خلصت أول جورنال في هذا الفيديو. تاني صفحة اخترتها حبيت إنها تكون مربعات لأني كنت متحمسة له الصراحة، وراح تكون مختلفة عن العادة، وراح أخلي الجورنال هذه المرة بالطول. أول مرة في حياتي أسوي جورنال بالطول كانت قبل شهر تقريبا، ونزلتها في الانستغرام ومرة عجبتكم، وأنا كمان الصراحة عجبتني، عشان كده قلت خليني أجربها بالميني جورنال. أوكي، جلسة أقرر 7 قرارات في الدقيقة الواحدة. فجأة قررت إني أشيل هذه الورقة لأنها ما عجبتني وأحط غيرها. شلت منها شوية، خفت إنه الدفتر ينعدم، أخذت بريك، قررت إني ألصق ورقة غيرها في مكان تاني، بعدها رجعت لها عشان أفكر إيش بسوي في المنظر هذا. لقيت أحسن قرار إني أجيب ورق أخضر سادة، جبت ورقة جديدة من دون أي بقايا عشان ترتاحوا يعني. لقيت هذه الصور، حسيت إني ممكن أستفيد منهم في هذه الجورنال بأي طريقة كانت، حتى لو إني أشقشقها وألصق فوقها أشياء تانية لأنه حسيتها مو نفس الستايل. أوكي، تاني 7 قرارات أتخذها في دقيقة واحدة في هذا الجورنال. فجأة شلت الستيكر، قررت اني احط تحته واشي تيبس. ما ادري ايش بدي في هذا الجورنال، بس اني قاعده اخذ قرارات كثيره في دقيقه واحده. قصيت الاطراف اللي نادره من الدفتر، وهذه واحده من اكثر الفقرات اللي انا احبها لانه كذا احسها جدا مريحه، ما ادري ليش. يمكن لانه الشكل في البدايه يطلع مره مقربع، بعدين لما اقص الاطراف يطلع شكله مرتب فانبسط، ما ادري، هذه تحليلاتي الشخصيه لا تعتمدوها ابدا. توي استوعب ان انا جالسه اسوي جورنال كامل عن الليمون والمشروبات البارده. هل لدي الدرجة أنا كنت عطشانة؟ واضح عندكم إني صايمة ولا لا؟ وبالنسبة لتالي الجورنال فاخترت هذه الصفحة. جاني هذا الكتالوج لما طلبت شنطة الكانكن للجامعة، وللآن محتفظة فيها لأنه الصور عجبتني. صح إني أخذت منها مرة، لكن هذه المرة راح أخذ الصورة حقت الشنطة، ولأنه صورة الشنطة كبيرة فراح أخلي الجورنال بالطول. واضح عندكم قديش انه عجبني فكرة الجورنال اللي بالطول. بعدها جاتني فكرة لهذه الصفحة، هو اني اسوي جورنال عن ايش الاشياء اللي موجودة في الكانكن حقتي. بدأت ارتب افكاري وخليتها كلها لونها ازرق واحمر، ولقيت هذه الستيكرز الزلزقة راح تساعدني بشكل كبير في هذا الجورنال، لانه فيها اغلب الاشياء اللي بالمنطق ممكن اللي احطها في الشنطة حقتي. يعني الصراحة عندي هذه الستيكرز من زمان وعمري ما استخدمتها، واخيرا استفدت منها. بعدها كتبت على كل ستيكر توضيح، وهذه هي النتيجة النهائية. اكثر جورنال عجبني في ذا الفيديو صراحة. وانا اسوي اخر جورنال لهذا الفيديو جاتني مداهمة. فجأة دخلت علي اختي، لما شافتني اني قاعدة اصور فيديو واسوي جورنال قررت انه هي تتحكم في الجورنال حقي وتختار الستيكرز. اوكي، انا راح اوقف فويس اوفر واخليكم تشوفوا ايش قاعد يصير. يلا تصفحي، ترى في جو، في جو يا الله كتير. هادي شوفي من بعيد، انا اول صفحة عجبتني، هذول لا. اوكي دي جوي. بس ابغى something Beyonce. ما قد سويت رمادي ولا لا؟ تصدق احب الرمادي. خليها مبدئيا هنا كذا، ابغى قطرات ماء واسحب. هذي فين حتلاقي ان شاء الله؟ عندك عادي، تصير تختاري اكثر من واحد خلاص يعني، بس خليهم قريبين من بعض عشان اعرف انصفهم. لا تورطيني. شو عم بعد يفكر كذا؟ بس اوكي، تبي كوب؟ لا خلاص مره كثير كذا، شوف الدفتر صغير. اوكي، رجعت لكم. اختيارات بلان كانت لا بأس بها، صراحة حلوة. كانت مهتمة بالفكرة او الرسمة اللي هي الغيوم اكثر من الالوان. شوية تورط بس عادي ما في مشكلة، الوضع سهلات دام عندي واشي تيب الغيوم المحبوب والمشهور عندي في القناة، لأنه أنا الصراحة أحبه ودائما أستخدمه، فرح نستخدمه كمان اليوم. أما بالنسبة للستيكر الثاني اللي اختارته بنان، رح نلعب فيه شويتين. الحمد لله إنه بنان ما عطتني أي شروط، فقط اختارت لي الستيكرز وأنا أقدر إني أسوي فيها اللي أبغاه، عشان كده قصيتها وأخذت الشكل اللي أنا أبغاه اللي هو فقط الغيوم. أوكي، قبل ما أخلص هذا الجورنال رح أعرض مجموعة من تعليقاتكم من الفيديوهات الماضية، بما انه من زمان ما سويت هذه الفقرة فرح اجيب كوكتيل من كل الفيديوهات. اللي حابب انه يشارك في هذه الفقرة كل اللي عليه انه يسوي انه يكتب تعليق تحت هذا الفيديو، وان شاء الله راح اطلعه في الفيديو الجاي. وكده اكون خلصت من دفتر الجورنال هذا، متحمسة للصفحات الجاية اللي بسويها فيه كمان، غالبا حتكون في التيك توك او في الانستا. وبس هي هذه كانت نهاية فيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. اذا عجبكم لا تنسوا انكم تدعموني بلايك، واذا لسه ما كنتم مشتركين بالقناة فانزلوا تحت سووا سبسكرايب، شير لكل الناس اللي تعرفوهم، تابعوني على مواقع التواصل كلها موجودة تحت بصندوق الوصف. اشوفكم الاسبوع الجاي، باي باي.